السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا سمعنا عن حاجة اسمها الاوتوميشن او NETN او منصة NETN. طبعا انت لازم تتعلم اوتوميشن لان مستقبلا انا متوقع ان الحاجة دي هتبقى مطلوبة جدا في الشركات. فانت لو انت اتعلمت حاجة زي كده تقدر تفهم مجال الاي اي، يعني انت حرفيا بتسخر الاي اي في خدمتك انت. يعني مثلا الشركات ما تيجي تطلب الاي اي ان هي تخدمها، انت بتعمل لهم حاجة اسمها اوتوميشن او اتمتة. طب يعني ايه اتمتة ويعني ايه حاجة اسمها تريجر، واللي هنسمعها في الفيديو ده كتير. طبعا الاتمتة ده انت بتخلي الاي اي يعمل لك كل حاجة وانت قاعد في البيت. يعني انت مثلا انت عايز تخلي العميل لما يجي يبعت لك رسالة على الواتساب بيحوله على جوجل شيت، ومن جوجل شيت بيحوله على الجيميل، ومن الجيميل بيرجع تاني على الواتساب علشان يبعت له الرسائل او الرسالة اللي انت عاوزها. كل ده الشركات بتطلبها، لكن انت دلوقتي لما تيجي تعمل حاجة زي كده انت هتشتغل وانت نايم في البيت. طبعا تقدر تحقق ارباح كبيرة جدا من خلال الاتمتة لو انت اتعلمتها صح، وكل ده هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله في الفيديو ده، وهعلمك ازاي تقدر تسطب الاستضافة على المنصة الخاصة بـ NETN. الاتمتة والذكاء الاصطناعي مجال كبير جدا، انا معلش طولت عليك في المقدمة بس الموضوع يستاهل. تعالوا بقى نعرف يعني ايه كلمة تريجر، وهي التحفيز او المحفز. التريجر ده كلمة هنسمعها كتيرة قوي في الفيديو ده. يعني مثلا لما تيجي تروح تشغل خلاط، اول حاجة انت بتعملها بتضغط على الزرار اللي هو المحفز او التريجر. لو انت معاك مسدس انت بتضغط عندك على التتك على طول بيطلع الطلقة، فده التتك او الزناد، ده اللي هو المحفز او التريجر. طبعا في حاجات بيبقى ليها برانشز او فروع كتير قوي. يعني مثلا لو انت بتعمل منصة اطلاق صواريخ، فانت مجرد ما بتيجي تضغط على الزرار على طول الصاروخ بيقوم منطلق، لكن البرانشز بتاعته انت بتضغط على الزرار بتكون محدد قبلها الموقع اللي هينزل فيه الصاروخ او المكان اللي هينزل فيه الصاروخ في الحتة الفلانية على طول. فالصاروخ مجرد ما تيجي تضغط على الزرار بيقوم طالع يقوم نازل على طول ضرب المكان اللي انت عاوزه. هو ده بيتم عن طريق الأتمتة. كل حاجة انت شغال فيها بتتم عن طريق الأتمتة. يعني مثلا لما تيجي تروح عندك على التليجرام وتروح تبعت مثلا على المنصة اللي هي بتحسن الصور، انا مش فاكر اسمها، لكن لما تيجي تبعت لهم الصورة على طول هم بيفهموا انك عايز تحسن الصورة دي، فبيبعت لك على طول الصورة المحسنة بعد كام ثانية او بعد وقت معين. كل ده بيتم برضو عن طريق الأتمتة. تعالوا بقى نعرف ازاي تقدر تسطب الـ NETN ونتعلم عليه كده ونعمل بروجكت كده خفيف ونفهمه مع بعض. طبعا الشرح ده للمبتدئين لو انت مبتدئ ان شاء الله، بعد كده بقى نوصل لمرحلة الاحتراف فنبدأ بقى نعمل بروجكت اكبر. بس الحاجات دي انا هفهمك اساسيات البرنامج ده بيشتغل ازاي وكمان بيتسطب ازاي عندنا على الكمبيوتر. يلا بينا كده نبدأ الفيديو، لكن في الاول ما تنساش دعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. اول حاجة بتعملها انت بتروح عندك على منصة هوستنجر لما تيجي تكتبها عندك على جوجل، بعد كده بتضغط على اول رابط وبتقول له هنا انك تسطب NETN التجاري، تمام. وبعد كده بتنزل تحت بتلاقي فيه خطتين، الخطة الاولانية اللي هي ب$5 والتانية اللي هي ب$7 والاكثر شهرة، وانا يفضل انك تختار الخطة اللي هي ب$7 عشان بتكون سريعة جدا. بعد ما تيجي تختار الخطة بتاعتك هتروح عندك على الصفحة اللي قدامك دي كده، هيظهر لك الخطة وكمان انت محتاج تشترك بكام شهر. احنا نختار شهر واحد علشان ما يبقاش التكلفه زياده علينا، بس احنا نتعلم الاتمتة عن طريق الاستضافه دي، وهي شهر واحد كفايه. لما يجي يعجبك الموضوع وتعرف تحقق منه شغل تقدر تشترك في ال 24 شهر. طبعا انت اخترت ال NETN واخترت الدوله المانيا علشان هي بتبقى سريعه، وبتسجل عن طريق حساب جوجل، تمام. وبعد كده بتضغط عندك على كلمه متابعه عشان تسجل بدخول على حساب جوجل. هيطلب منك البيانات بتاعتك، بتحط اسمك عنوانك رقم تليفونك كل ده تكتب البيانات صحيح، وبعد كده بتروح عندك على الفيزا او الماستر كارد اللي انت هتدفع بيها الخطة بتاعتك. بعد ما تيجي تكتب البيانات وتعمل دفع قالك تمت عملية الدفع بنجاح، هيحولك على الصفحة دي اكتب باسورد يكون كبير كده، وبعد كده بتقول له هنا انهاء الاعداد بعد ما اتعلم على مسح البرامج الضارة، ومن هنا بيحولك على حاجة اسمها VPS علشان بيبدأ يخصص لك VPS داخل الموقع علشان تسطب عليه الـ NETN. بعد كده بيحولك على المنصة NETN، بتكتب الايميل والاسم والباسورد وبتوافق على الشروط، وبعد كده بتضغط عندك على كلمة Next. انت يعني كل دي حاجات روتينية. بعد كده بتسجل اي حاجة انت عايزها، مش شرط انك تكتب حاجات مهمة، بس احنا محتاجين الاكتيفيشن الاخير ده علشان يوصلك على البريد الالكتروني او على حساب الجيميل، فانت بتاخد كود التفعيل ده تاخده هنا كوبي، تمام. وبعد كده بترجع على الصفحة
بتنزل تحت كده خالص في النقطتين اللي موجود جنب الاسم بتاعك انت، واضغط عندك على سيتنج، وبعد كده انتر اكتيفيشن او اكتيفيت كي، وبتحط الكود اللي احنا نسخناه وتقول له اكتف، وتم اكتفت المنصه بنجاح. بعد كده بقى انت بتروح على منصه هوستنجر علشان تخش على ETN. تمام، دلوقتي هتروح عندك على النظرة العامة، وبعد كده بتروح هنا على إدارة التطبيقات. طبعا كل الكلام ده مش هيظهر معاك دلوقتي، هو هيظهر لك بس الشريط اللي قدامك ده كده، هو ده بس. لكن الكلام اللي هو الأرقام اللي ظهرة قدامك دي مش هتظهر لك حالا، لكن تستنى 24 ساعة تظهر لك. بس احنا اللي محتاجينه نخش عندنا على إدارة التطبيق. هتفتح كده إدارة التطبيق بالشكل اللي قدامك ده كده. طبعا هتلاقي فيه هنا بروجكت عندي، طبعا هنا البروجكت عندي الاولاني وبروجكت تاني او الورك فلو اللي احنا كنا شغالين عليها قبل كده. لكن انت في الاول والاخر مش هتلاقي كل الكلام ده عندك، فانت بتضغط عندك على حاجه اسمها كرييت ورك فلو علشان تبدا تعمل الشغل او البروجكت اللي هنعمله بالاوتوميشن او الاتمتة. خلي بالك هنا بقى بقول لك هنا اد فيرست ستيب. طبعا احنا معروف زي ما احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها تريجر او التحفيز او المحفز، الحاجه اللي احنا هنبدا بيها شغلنا. هتبدا بايه؟ هتبدا مثلا بالواتساب، احنا بنبدا اكيد بالواتساب مثلا يعني، او بتبدا بالتليجرام، او احنا عايزين مثلا نعمل موقع او منصه زي شات جي بي تي او جيميناي، وكل ده هنعملها واحنا قاعدين دلوقتي. خلي بالك هنا لما تيجي تضغط عندك على حاجه اسمها اد فيرست ستيب، هتلاقي في حاجه اسمها تريجر مانوال، اللي هو مثلا لما تيجي تعمل التحفيز بشكل يدوي، يعني انت عايز مثلا تضيف اي زر انت عاوزه، او اي 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 مثلا منصه انت عايزها تليجرام، اي حاجه انت عاوزها. المهم هتحط هنا التحفيز بتاعك او المحفز بتاعك انت اللي هي بدايه الطريق، وافهمك كل ده كمان شويه. بعد كده بتروح عندك على حاجه اسمها اون اب ايفنت، ده بيشغل في بتشتغل في التطبيقات الخارجيه اللي هي قدامك دي. يعني مثلا انت عايز تشغل اي حاجه في التطبيقات الخارجيه، لما تيجي تدخل عليها هتلاقي هنا تليجرام، وهتلاقي بعض التطبيقات من ضمنها الفيسبوك والواتساب والماسنجر وغيرها وغيرها وغيرها. طبعا دي اول حاجه ان نستخدمها اللي هي اون اب ايفنت، اللي هي الحاجه اللي انت عايز تشغل عليها على التطبيق بتاعنا. طبعا هنا ده اللي هو الخاص بالجدوله. طبعا انت لما تيجي تجدول مثلا حاجه انت عايز تخلي منصه او موقع يعمل لك جدوله الاخبار كل يوم، فبيبعت لك الاخبار مثلا كل يوم الساعه 10 الصبح او الساعه 6 الصبح، مفيش مشاكل، كل ده نتعلمه مع بعض. طبعا الحاجه هنا اسمها اون ويب هوك كول، طبعا ده لازم يعمل حاجه اسمها ارتباط بال HTTP او HTTPS. طبعا دي الحاجات دي بتستخدمها فقط للمواقع بتاعتنا. طبعا هنا عندك حاجه اسمها اون فروم سبمشنز، طبعا ده بتستخدم في جمع البيانات. يعني مثلا ايه، انت عايز تخلي البيانات بتاعتك تتحفظ جوه N8N، فهو بيبدا يسجلها لك او بيكتبها لك على المنصه هنا. طبعا اللي يهمنا برضو حاجه اسمها اون شات مسج، طبعا الحاجات دي لو انت مثلا انت عايز تخلي صفحه او تعمل منصه، يعني مثلا زي شات جي بي تي او جيميناي، بتختار عندك الحاجه اللي قدامك دي كده اللي هي اون شات مسج. عندك حاجه اسمها وين رانينج ايفالويشن، طبعا ده انت بتستخدمها في مثلا عشان بيخش على مجموعات الداتابيز ويبدا يشغل المقاييس او النتائج الفعليه علشان بيبدا يستعرض مثلا الدفعات قبل ما تيجي تشتغل. يعني مثلا ايه، انا عايز اعمل دفعه في شغل مثلا، او واحد مثلا عايز يدفع فلوس على منتج، فانا بخليه ان هو يخش على حاجه اسمها وين رانينج ايفالويشن علشان ما اخليش اي حاجه غلط تحصل في الدفعات. يعني مثلا ممكن يدفع 1000 جنيه، ممكن المنتج ده يكون مثلا ثمنه 100 جنيه، ففجاه يقوم دافع لي 1000 جنيه، فكده بقى يعمل لي ريسك عليا انا، في مخاطر على المنصه بتاعتي، في مخاطر على شغلي، ممكن يفتكر ان انا مثلا بسرق ولا حاجه، فانت بتختار حاجه زي كده. طبعا دي مش هيقدر يدفع الا باذن او بامره هو، فممكن بقى يشتغل له حاجه اسمها الكباتشا، بيشغله بقى حاجات كده كتيره جدا. فخلينا في شغلنا الاول. خلينا بقى نعمل بقى اول بروجكت احنا نعمله. طبعا كده شرحت لك واجهه البرنامج من بره، طبعا الموضوع شويه هتلاقيه معقد في الاول لحد ما تيجي تتعود على شكل الصفحه. بعد كده بقى نبدا نخش على الشغل بتاعنا. هتروح عندك تضغط على فيرست ستيب زي ما انت شايف كده، وعايزين مثلا نعمل منصه زي تشات جي بي تي، فانت كل عليك بس بتقول له هنا اون شات مسج. طبعا هيظهر لك بالشكل ده كده، كل عليك انك بتروح عندك على
البارامترز هنا بتروح تضغط عندك على تفعيل او تعمل اكتيفيشن للبابليك علشان يظهر لك رابط. الرابط ده دلوقتي هننسخه مع بعض علشان نحطه هنا كده ونروح عندنا نضغط انتر ويفتح لك الصفحة، بس مش هيفتح لك حاجة دلوقتي لحد ما نيجي ننتهي. هترجع تاني عندك، هتقول له هنا باك تو كانفاس اللي هي فوق موجودة دي كده، باك تو كانفاس. انا هحاول اوضحها لك تمام. وبعد كده بتضغط عندك بقى على علامة الزائد او البلس از، نحط بقى ايه نعمل ايه. هتقول له هنا از، نضغط على علامة الزائد. طبعا عايزين الشات ده بيتكلم مع شات جي بي تي او جيميناي، اي حاجة انت عاوزها. فنروح عندنا على حاجة اسمها الاي اي، معروفة الاي اي، اضغط عليها كده. وبعد كده بتنزل تحت شوية كده تقول له اي اي ايجنت تمام. بعد ما تختار الاي اي ايجنت هتروح عندك على حاجة اسمها باك تو كانفاس اللي هي فوق دي، نرجع تاني كده. وهتلاقي عندك هنا بقى الشات موديل، الشات موديل وعندك الميموري وعندك التولز. خلي بالك بقى في الشات موديل ده احنا بنعمل ايه، بتنزل تحت كده تقول له بلس، بنحط بقى البرانشز بتاعنا. فانت هتنزل مثلا على جوجل جيميناي شات موديل تمام، اضغط عليها ضغطه كده. وبعد كده بتروح عندك على اللي هي الكاردنتال اللي هي انت شايفها قدامك دي، بتضغط عندك على كرييت نيو كاردنتال تمام. وبعد كده بيحولك على الصفحه اللي قدامك دي، بيقول لك هات الاي بي اي كي، اي حاجه انت هتتعامل عليها على المنصه دي هتتعامل مع حاجه اسمها اي بي اي كي. فدلوقتي بتروح عندك على منصه جيميناي وبتقول له مثلا ان انا عايز احصل على رابط اللي هو الاي بي اي جيميناي، بيقول لك انا اروح عندك على الرابط ده كده تمام. وبعد كده هنا بتنزل تحت تقول له هنا جيت اي بي اي كي اللي انت شايفه قدامك دي، اضغط عليها ضغطه. وبعد كده بتقول له هنا جنريت او كرييت اي بي اي كي، وبعد كده هنا بيقوم ضايف لك الاي بي اي كي بتوعك هنا تمام. تقول له هنا كرييت وبيبدا يعمل لك كود او رمز تفعيلي زي ما انت شايف كده. تقول له هنا كوبي، تاخده نسخ وتقول انت رايح ضايفه هنا، تقول له باست، وبعد كده تقول له هنا سيف. قال لك تم الاتصال بنجاح. ترجع تاني ورا كده على الكانفاس تمام، هتلاقي هنا الاي اي ايجنت هتحول معانا على الجيميناي، يعني الرساله اللي انت تبعتها هيتحول على اي اي ايجنت، من الاي اي ايجنت هتنزل تحت على جيميناي ويبدا بقى يتواصل مع الشخص اللي احنا عايزين نتكلم معاه. طبعا اوبن شات ممكن تعمل مثلا تجربه كده عادي، ممكن تقول له اهلا، انت حرفيا انت بتتكلم معاه، شوف اللي بيحصل بقى، الرساله بتوصل للاي اي ايجنت والاي اي ايجنت بيوصلها لجيميناي. انت بتتكلم مع جيميناي عادي جدا تحت هنا، يعني مثلا اسمك ايه، ابدأ بقى ايه، ليس لدي اسم، انا نموذج لغوي. طبعا ده بقى بتكتب مع جيميناي. طيب نزل كل الكلام ده تاني. عندك حاجة اسمها الميموري، الميموري دي لو انت عايز تعمل حفظ على الاستضافة، فانت ممكن تختار سامبل ميموري وبعد كده بترجع تاني على باك تو كانفاس، هيبدأ يتحفظ عندك على الاستضافة اللي هي الهوستنجر دي. فبيبدأ بقى بيستخدم الذاكرة وبيستخدم ايه الاقراص، معاك 100 جيجا في النطاق الترددي، في الذاكرة بتاعتك، وحدة المعالج المركزية. طبعا انت كده عملت صفحة زي اللي هو جيميناي. فدلوقتي انت محتاج تعمل ايه، بتروح بقى تاكتف كل الكلام ده. فانت كل اللي عليك بتروح عندك فوق هنا بتقول له هنا انكتف، هتضغط عليها تخليها اكتف وتقول له هنا جوت ات تمام. اخرج من كل الرسائل اللي هتظهر لك دي كده، وهيظهر لك هنا علامة او كلمة سيفد اللي هو تم الحفظ. هترجع تاني على المنصة اللي احنا كنا واخدين الرابط بتاعها. طبعا انت لو انت تهت مني روح عندك ضغطتين كده وتروح تاخد تضغط عندك على الرابط، يقول لك تم النسخ، ارجع تاني باك تو كانفاس وتروح تقوم انت ضايفه هنا وتقول له باست اند جو. فزي ما انت شايف كده يظهر لك عندك منصة، المنصة دي تقدر تتكلم معاها كأنك بتتكلم مع جيميناي بالظبط. طبعا انت ممكن يقعد معاك ثانيتين ثلاثة، ممكن يوصل كمان لعشر ثواني لحد ما يرد عليك. اخبار اليوم مثلا، فبيبدا بقى يجمع كل الكلام ده من الاي اي او بيجمع كل الكلام ده من على منصه جيميناي تمام. فنستنى كده شويه. طبعا انت بقى بتربط الكلام ده بقى ممكن شات بالتليجرام بالواتساب زي ما احنا اتفقنا في اول الفيديو. طبعا هو بقى بيبدا يكتب لك الاخبار زي ما انت شايف كده. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل فكره، يعني مثلا عايزين نعمل مثلا ايه ملخص لاخبار اليوم توصل لي مثلا كل يوم الساعه 10 الصبح او الساعه 6 الصبح.
حدد كل الكلام ده واعمل ديليت بالكيبورد، وبعد كده بيقول لك هنا فيرست ستيب، وهنختار التريجر بتاعنا اللي هو هنا زي ما انت شايف كده. روح عندك على الجدوله، تمام، وبعد كده هنا بيختار الايام، عايز تختار مثلا ايام ساعات، انا اخليها مثلا كل يوم، تمام، وبعد كده تختار عندك هنا التوقيت، مثلا انا اخليها الساعه 6 الصبح، تمام، حلو قوي، الساعه 6 الصبح كل يوم يوصلني الاخبار. بعد كده بتقول له هنا على باك تو كانفاس. طيب احنا كده اخترنا التريجر، تمام، بعد كده بقى نختار ايه؟ بنختار بقى المنصه اللي احنا نبدا نتعامل معاها، المنصه اللي احنا هنبدا نتعامل معاها. فانت برضو هتستخدم الاي اي، هتروح عندك على علامه الزائد اللي قدامك دي، روح عندك على الاي اي، بعد كده بتنزل تحت بقى بتقول له انا عايز الملخص او السمرايزيشن اللي هو الخاص بالتشين او الموقع بتاعنا. فانت بتاخد الملخص هنا زي ما انت شايف كده، وبعد كده هنا بيقول لك يوز نود انبوت، في حاجه اسمها هنا جيسون، طبعا تختار اللي هي اول واحده دي، اختارها بس ما تعملش اي حاجه ثانيه، اقول له هنا باك تو كانفاس. فزي ما انت شايف كده هيحولك على الموديل بتاعنا، اضغط عندك على علامه الزائد، بعد كده انت بتروح عندك على علامه الزائد دي، اضغط عليها ضغطه وتقول هنا اد اذر تريجر، وبتروح عندك على حاجه اسمها هنا ار اس اس، اكتب ار اس اس، هتروح عندك على حاجه اسمها ار اس اس فيد تريجرز، تمام، وبعد كده بقول لك هنا المود افري مينت اللي هي كل دقيقه، مفيش مشاكل ان هو بيبدا يجمع الاخبار، فبيبدا بقى يلخصها لك كل الكلام ده، والساعه 6 الصبح يقوم بعتها لك. طيب هنجيب بقى الفيد يو ار ال منين؟ هتروح عندك على منصه هنا اسمها فيد سبوت، طبعا انت بتلاقي هنا في كل حاجه انت تحتاجها، منصه بقى كوره، اخبار، في كل حاجه انت محتاجها، عندك هنا حوالي 100 منصه، اختار المنصه اللي تعجبك. فانا مثلا على سبيل المثال ان انا اختار المنصه الرياضيه دي، فبتروح عندك على حاجه اسمها ار اس اس فيد، هحاول اكبر لك كده الشكل ده، تمام، وتروح عندك تاخد كوبي للكلمة دي وبترجع تاني على المنصة بتاعتنا وتقوم رايح ضايفها هنا، تقول له بيست، وبعد كده بتروح عندك على باك تو كانفاس. طبعا انت ممكن تعمل تيست عادي جدا، التيست ده مجرد ما انت بتيجي تضغط عليه فهنا قال لك كل حاجة تمام، اخد اللينك وقال لك الساعة مثلا الساعة 6 الصبح هيبدأ يبعت لك كل الكلام ده، تمام، وبيلخص لك كل حاجة انت عاوزها. اضغط عندك على باك تو كانفاس وهتلاقي قدامك بقى الشكل ده كده. طبعا بقى انت عايز بقى يبعت لك على ايه بقى؟ تروح بقى انت تكتب الواتساب مثلا، طبعا ايه واتساب، وتروح عندك سند مسج، عايز يبعت لك الكلام ده على الواتساب اكتب على الواتساب، عايز يبعت لك اي حاجه على التليجرام خليك في التليجرام. طبعا في تمبلز هنا، عندك في تمبلز هنا تقدر انت تستخدمها، يعني مثلا لو انا استخدمت حاجه زي كده اللي هي دي، بص بقى النظام ده كبير قوي لكن مش معقد، بس جميل قوي قوي قوي. الفكره كلها ان هو التريجر بتاعنا تليجرام، ولما يجي العميل او الكلاينت يبعت لك صوت او اوديو او مثلا يبعت لك ريكورد، هو لو الموضوع ده فيه عندك فرع ترو والبرانش الثاني الفولس، لما تيجي تروح عندك على البرانش بتاع الترو هيروح يعدي على الاي بي اي الخاص بتليجرام ويحوله على شات جي بي تي علشان يفلتر كل الكلام ده ويحول الصوت لكلام، وبعد كده يقوم رايح على حاجه اسمها اسيست ايجنت هيحفظ في الميموري بتاع الاستضافه عندك وكمان بيبعتها لشات جي بي تي، ولما يجي يحلل كل الكلام ده بيبعت له بقى الكلام او الرد على تليجرام هنا الريبلاي ان تليجرام. طبعا لو الكلام ده غلط بيحوله على حاجه اسمها سيت فيلد، وبعد كده بيحوله على الاسيست ايجنت، وبعد كده يحوله على شات جي بي تي ويرد عليه عادي جدا شات جي بي تي، وبعد كده بيبعت له الرد على التليجرام. طبعا ال N8N تقدر تستخدمها دلوقتي في اي حاجه انت عاوزها، وطبعا شرحت لك كده الشرح المبسط للمنصه دي، ان شاء الله الشرح اللي جاي هيبقى الموضوع اكبر من كده، فانت حاول تفتح دماغك معايا، لان انت لو استغليت ال N8N تقدر تحقق منها ارباح مهوله جدا، والشركات الايام اللي جايه هتبدا تطلب الناس اللي بتبدا تفهم في ال N8N، وتقدر كمان تعمل دورات تدريبيه ان شاء الله من خلال الفيديو ده. شكرا ليكم، ويا ريت ما تنساش تعملي بلايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في حلقه جديده ودمتم بخير، مع السلامه.